انا نتألمو يعني وجاتنا هذه الفاجعة يعني سبيتما. بنقول بشير بن محمد يعني احتكيت به انا منذ الصغر، لان هو كان زمان كان في الفرقة نتاع البهاليل، وين خدم بزاف مع رشيد زغمي، حسن الله يرحمه، عندك السجني الله يرحمه، زغمي قلت الله يرحمه، عندك وهو الله يرحمه، عبد الرحمن سي عبد الرحمن عاشق يعني المكون نتاع الفرقه نتاع البهلي الله يرحمه ثاني. يعني نقول لك قسنطينه راهي قاعده تفقد يعني النجوم نتاعها قاعده تطفى يعني شيئا فشيئا. نقول لك عمي محمد انسان بشوش، بشير بن محمد انسان بشوش، يعني يفرح بالناس كل، انسان يعني بسيط جدا، يقصر مع الناس يفرح بهم، يعني تخوصي على كل حال. يعني هاد مثلا النرفزه اللي الناس يشوفوا يقول لك عمي بشير راهو نرفو، نقول هذه نرفزه مصطنعه، لانه علاش هو يحب يقصر، ولما يقصر بالنرفزه نتاعو، وهذا هو الشيء اللي خلى يعني الناس يحبوه، لان بنرفزته هذيك المصطنعه يعني خلق شخصيه. فقدنا اليوم يعني اسم كبير واللي محبوب عند الجمهور الواسع، ويعني ولما يحبك الجمهور سمارة كنت في المستوى ووصلت الرسالة بالأداء تاعك القليل ولا القصير. وعمي بشير كان تلقائي، حتى الممثلين يعني المنتجين المخرجين اللي كانوا يتعاملوا معاه لما يلقيو يعطيوه دور على حسبه هو. انا نتألمو يعني وجاتنا هذه الفاجعه يعني سبيتما. بنقول بشير بن محمد يعني احتكيت به انا منذ الصغر، لان هو كان زمان كان في الفرقه نتاع البهاليل، وين خدم بزاف مع رشيد زغمي، حسن الله يرحمه، عندك السجني الله يرحمه، زغمي قلت الله يرحمه، عندك وهو الله يرحمه، عبد الرحمن سي عبد الرحمن عاشق يعني المكون نتاع الفرقه نتاع البهلي الله يرحمه ثاني. يعني نقول لك قسنطينه راهي قاعده تفقد يعني النجوم نتاعها قاعده تطفى يعني شيئا فشيئا. نقول لك عمي محمد انسان بشوش، بشير بن محمد انسان بشوش، يعني يفرح بالناس كل، انسان يعني بسيط جدا، يقصر مع الناس يفرح بهم، يعني تخوصي على كل حال. يعني هاد مثلا النرفزه اللي الناس يشوفوا يقول لك عمي بشير راهو نرفو، نقول هذه نرفزه مصطنعه، لانه علاش هو يحب يقصر، ولما يقصر بالنرفزه نتاعو، وهذا هو الشيء اللي خلى يعني الناس يحبوه، لان بنرفزته هذيك المصطنعه يعني خلق شخصيه. فقدنا اليوم يعني اسم كبير واللي محبوب عند الجمهور الواسع، ويعني ولما يحبك الجمهور سمارة كنت في المستوى ووصلت الرسالة بالأداء تاعك القليل ولا القصير. وعمي بشير كان تلقائي، حتى الممثلين يعني المنتجين المخرجين اللي كانوا يتعاملوا معاه لما يلقيوه يعطيوه دور على حسبه هو.